مشهد التسعيرات المتعددة أو المعدلة على علب الأدوية أصبح مألوفا داخل الصيدليات في الشمال السوري في الآونة الأخيرة، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا متعاقبا بين الحين والآخر، إما بسبب غلائها من المصدر وارتفاع تكاليف الشحن أو تخبطات صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، والتي تفتح الباب واسعا أمام عمليات الاستغلال. أسعار الأدوية غالية بشكل عام، يعني بدك 4-5 أنواع أدوية ما بتحسن تشتري غير نوع أو نوعين انكترت يعني. وبالنسبة لأسعار الأدوية من صيدلية لصيدلية بتختلف كتير. مرة اللي عنا بيقولوا التصريف غلا، يعني ظرف قيمته دولارين، النفطة غلا ليرتين، لازم 4 ليرات يزيد الظرف، كون حاطه 6. تسألوا ليش إنها تضرب زيادة؟ قال الحماية لإيلون، التركي عم يطلع بينزل، عندنا نزول بنزلوا ليرة وليرتين، بيقول لك التركي ما ثابت، يعني طالع من الشعب، طالع من الشعب، كان بالتصريف، كان كل شيء من الشعب. تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي أدى إلى تخبط كبير في أسعار الأدوية وتفاوت في ثمنها من صيدلية لأخرى، لا سيما مع لجوء معظم أصحاب الصيدليات إلى تسعيرة الدولار الأمريكي، حيث أصبح سعر الصنف الدوائي يحدد بحسب قيمة الليرة التركية لحظة عملية البيع بغض النظر عن سعره المحدد من قبل وزارة الصحة في إدلب. في مصطلح خاطئ هو ارتفاع سعر الدواء، سعر الدواء هو واحد، ولكن انهيار بالعمل التركي أثر أو انعكس على سعر الدواء، بأنه قيمة الليرة التركية كما شاهدنا جميعا بأنها متفاوتة في الفترة الأخيرة، لذلك يمكن أن تباع نفس القطعة صباح بسعر ومساء بسعر آخر، ولكن حقيقة هو نفس السعر بالدولار. نسعى حاليا على إعداد برنامج أصبح جاهزا يعتمد فقط تطبيق أندرويد على تصوير كود الدواء ليظهر سعر الدواء في لحظة البيع تماما. يعتمد الشمال السوري في تأمين الأدوية إضافة للمعامل الموجودة داخليا على استيراد أصناف متعددة من مناطق سيطرة النظام والدول الأوروبية، الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا للجهات المسؤولة في إدلب خلال عملية ضبط الأسعار وتفعيل الرقابة، لا سيما مع تقلبات العملة. في الحقيقة تفاوت الأسعار بين الصيدليات هو حالة خاصة وليست حالة عامة، حيث تصدر عن عدد محدود من الصيدليات التي تستغل الوضع الحالي، وهي تكون ناتجة عن ضعف في النفس أو حالة جشع تؤدي إلى تفاوت في الأسعار أو ارتفاع الثمن بحجة تغير أسعار الصرف التي تكون غير منطقية في الوقت الذي يتم فيه بيع الدواء. نحن كمديرية الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية نسعى للحد من هذه الظاهرة بشتى السبل، حيث ضبطنا عدد من الصيدليات المخالفة وتم توجيه إنذارات لها سواء خطية أو باستدعاءات إلى نقابة الصيادلة أو مبنى وزارة الصحة. عدم استقرار أسعار الأدوية وارتفاع ثمنها ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها سكان الشمال السوري، حيث إنهم يعانون من انقطاع بعض الأصناف الدوائية لا سيما تلك التي تخص أصحاب الأمراض المزمنة. ظاهرة غلاء الأسعار وتغيرها المستمر أصبحت هاجسا يؤرق سكان الشمال السوري، فهل ستوفر الجهات المعنية آلية تضبط من خلالها هذه الظاهرة وتحد من موجات الغلاء والاستغلال التي أرهقت كاهل الأهالي؟ على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.